السلام عليكم اخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن. انا الاسم ديالي معاذ توفيق، كنسكن في مدينه الدار البيضاء. سيدي عموما مبروك عواشركم ورمضان كريم. بغيت نعاود لكم اخوتي القصه ديالي ديال واحد الحادثه السير اللي وقعت لي في 2017. المهم اخوتي، انا كنت كنبيع ونشري في هادشي ديال الخضره والديسير، كان عندي واحد تريبورتور، كنت غادي للمارشي في 2017 انا واحد صديق ديالي مع شي 5:30 ديال الصباح، ويلا دخلنا في واحد الرومبا. انا غادي سيك تريبورتور ديالي راكب حدايا الدري صاحبي، جا واحد الكاميو ضرب واحد السرعه خياليه، ضربنا وسط الرومبا وهرب. يعني انا ما عقلتش على راسي اخوتي، حسيت بهذيك الزدحه مع الارض، من تما ما عقلتش. واحد لقيت راسي في السبيطار بني رشد، حاطيني واحد البلاصه في الكولوار في الدس. فقت انا من الوعي ديالي مع شي 10 ديال الصباح، بقاو دايرين بيا دوك المواطنين الله يجازيهم بخير ولاد الشعب، عطاوني شرب تغسلوا لي وجهي وداك الشيء. فقت مصدوم اخوتي، لقيت النص ديالي مشلل عليا، عندي شلل نصفي، ما كنحركش رجليا وما تنحش بالبول ديالي وخروج ديالي حشاكم اخوتي المغاربه. من بعد جاو مالين الدار هزوني، داروني في باياس، داروا لي غير التسخيص على الدار ديالي، لقاوني مضروب للعمود الفقري، النخاع الشوكي مهرسين لي جوج ديال الفقرات. صافي داروا لي البلايك اخوتي، داوني خلوني في واحد 5 ايام في واحد الغرفه مع شي ناس تما مرضى، الله يشافينا ويشافي جميع المرضى المسلمين. نهار الخامس هبطوني للبلوك، داروا لي عمليه على ظهري. ملي داروا لي العمليه خرجوني، دازت 3 ايام، قال لك خصك تمشي دير الترويض. قلت لهم اخوتي راه ما عنديش، انا راه كنسكن في كريم سيدي مومن، كنخدم على راسي وعلى والديا. قالوا لي شد النوبه واحد البلاصه كيقولوا لها 30 ديال الترويض. شديت النوبه اخوتي مده 7 اشهر، ما كيديو كيجيبو فيا، ما داروا لي لا ترويد لا والو. لابيلانسات كل خطره كنمشي ب 12000 ريال، يعني تكرفصت اخوتي. جبنا واحد السيد كيدير لنا الترويد في الدار، جابوا الوالد ورا لي واحد الراجل بدا كيدير لي الترويد الرجليه، لقاش الرجلين ديالي بداو كيتفيكساو، ما كندير لا ترويد لا والو ديك 7 اشهر. هو الدري بدا كيدير لي الترويد تقريبا شي 5 الحصات هذاك الكيني ديال الترويد، ويلقى عندي الهرسه ديالي، لقى عندي هرسه في الورك ديالي في الرجل اليسريه، اكتشفها مع الترويد. يعني 5 الحصات هو اكتشفها، قال لي اخويا جيب لي الملف الطبي ديالك نشوفو. جبتو لي شافو، قال لي اخويا انت دير غير التسخيص على دارك، يعني المرود ديالك والورك ديالك والركابي ديالك النص التحتاني اللي مشلل لك، ما داروا لك لا 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 تسخيص لا والو، ما داروا لك لا بلايك لا والو، رجع عندهم راه 100% عندك شي مشكل هنا. التجربه اللي عندي في الترويض، رجعت عندهم اخوتي المغاربه للمركز ديال الترويض، عفوا رجعت عندهم لبني رشد ميريزكو، داروا لي العمليه. قال لك اودي المرويد واش غادي يعرف احسن منا؟ يعني بقينا كنتناقشوا، دخل واحد السيد الله يجازيه بخير، هو اللي دانا خرجنا واحد البلاكه درناها، لقاو عندنا فعلا هرسه. قال لك اودي راه ما كانتش باينه لينا وهذاك الشيء، دابا غادي دير لنا واحد اللي ريم ديال العروق. درتو ليهم 90000 ريال على برا، ما لقيتوش حتى في السبيطار. جبتو ليهم قال لك اودي عندك واحد التعفن، يعني غادي نخرجوك شي دوايات وداك الشيء بما حيد التعفن ونديروك العمليه. صافي كنتفاجا، عطاوني اخوتي رانديفو عاوتاني فيه 7 اشهر. بقيت كنعاني في الدار، الوالدين الناس ديالي كبار، فيتين 70 سنه، الوالده مريضه بالسكر،
يعني والله القسم دابا الدراري صحابي هما اللي كيجيو يبدلوا لي، كانوا معايا دابا ولكن تفوتوا معايا، ان شاء الله دابا تشوفوا معايا اخوتي. هي ديك اخوتي 17 وانا كنعاني في الدار اشد المعاناه، كنت نتالم لحد الساعه باقي كنتالم بالحريق والالم. رجعت عندهم دازت هذيك 17، قال لك الطبيب مشى كونجي، عطاوني عاوتاني رانديفو في 11 شهر. انا اخوتي 3 سنين و7 شهور هما كيديو فيا بالرانديفوات، ما عالجوني ما حتى شي حاجه، هملوني الكاميو اللي ضربني ما تعوض لا في لاسورانس ديالي لا حتى شي حاجه، قال لك خصنا النمره ديال الكاميو. انا اخوتي تلقيت الجميع المضايقات، كنوجه هذا النداء ديالي للمحسنين، حقاش انا جا واحد المحسن الله يجازيه بخير تداز 4 سنين عاد جا دار لي العمليه عام الاول في شهر 12، الله يجعل لي في ميزان الحسنات في كلينيك الوزيز ديال جراده على الورق ديالي 3 مليون و34 الف ريال، ما شفتو ما والو، خلص عليا مشيت درت العمليه. الله يرحم لي الوالدين، الله يعطيه شي قصر بالجنه. دابا الطبيب شرح لي قال لي ودي راك تلقيتي الاهمال وخطا طبي، النوبه الاولى ولدي كانوا يديروك العمليه على الورك ويديروك العمليه على الظهر، يعني وتشي دير الترويض ما توصلش لهذا المحنه اللي انت فيه وهذه المرحله، ولكن الحمد لله يعني باقي عندك شويه الامل، ولكن خاصك تمشي للمركز اما ديال السالميه ديال الترويض مستشفى النور ديال الترويض ديال بوزكوره ولا ديال السالميه. يعني اخوتي انا درت عدد ديال النداءات ما لقيتش شي ودون صغير اللي توقف معايا، خوتي المغاربه فايتين مساعدين الله يجازيهم بخير. هاد الناموس هي اللي ناعس عليها، عطاتها لي غير واحد المحسن الله يجعل لها في ميزان الحسنات. كنت كنعس في الدار تقريبا 4 سنين وانا كنعس على جوج مانطات، كل اللي تسلخت الحميل المرود ديالي اخوتي حاجاكم وشرف الله قدركم كله اللحم ولا كيطيح ليا، يعني ما كنلقاش حتى اللي قلبني. دابا انا لا شفتو اخوتي، انا دابا كنعيش في واحد الكراج عاطي لي واحد السيد مسكين جارنا، انا مريب في الكريم باقي ما استفدنا ما والو، كنتمنى من القلوب الرحيمه كنحتاج الترويض. عندي برود ديال الدوره الدمويه اخوتي 6 كيديروا 7000 ريال، عندي الدوايات ديال الميكروب ديال البوله، عندي ليكوش، عندي بوشيطات ديال البول، يعني الدوله ما عاونتنيش اخوتي حتى شي فرانك. الجمعيات المدنيين ديال حقوق الانسان ولا المعاقين مشيت لهم ما كيعاونونيش حتى بليكوشه، يعني انا ما دخلش عليا شي محسن شي باكيه ديال ليكوش ولا شرى لي الدواء، والبروات عندي غاليين وعندي المصاريف، انا ما كرهتش شي محسن ولا شي محسنه يحن قلبوا عليا في هذا العواشر، الله يجعل ربي يدخلوا الجنه بدون حساب، يوقف معايا في المركز ديال الترويض. انا ما بغيت والو اخوتي، ما كنقدرش نوض اخوتي، هذا الضرر ديالي ما كنقدرش نتحكم بها، انتم كتشوفوا اخوتي يعني ركابي ديالي مفيكسين، ما كنقدرش نريح مزيان. يعني اخوتي عانيت من الاهمال، وهذا النداء لكم اخوتي الجاليين اللي في اوروبا والمغاربه، الله يحفظكم داخل الوطن وخارج ارض الوطن، توقفوا معايا في هذه المحنه، الله يجعل ربي يسهل عليكم باش ما قسم الله بغيتوا تعاونوني، الله يجعل عليكم في ميزان الحسنات اخوتي. وكنشكركم من قلبي، وكنشكر هاد الصحافه ديال الاشواق، الله يجازيهم بخير اللي كيشوفوها الصحافي كيشوف الحاله كامله. رانا كنعيش اخوتي بوحدي وحاله يرتلها، ما كنلقى اللي يقلبني الا الدراري صحابي مساكن كيجيو يساعدوني، وشكرا اخوتي والله يرحم لكم الوالدين. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.